نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. نجوم التاسعة، زي ما حضراتكم كنا بنتكلم خلال الأسابيع الماضية، إنه إحنا بنتكلم على أكبر وأهم وأعمق مسابقة لاكتشاف المواهب في مصر. طيب، المواهب دي في أي مجالات؟ الشعر موهبة، أهلا وسهلا، عايزين نسمع بجد مش هزار. الغنى، عايزين نسمع غنى بجد، غنى حلو. القصة القصيرة، طيب قلنا يا جماعة احنا بالمناسبة هنفضل كده بنستقبل الفيديوهات بتاعت حضراتكم او البي دي افز بتاعت حضراتكم. قلنا لكم يا جماعة مثلا في الغنى فيبقى مدته بالكتير دقيقتين، اما القصة القصيرة فيبقى بي دي اف وهكذا. فحضراتكم احنا مستنيينكم لحد يوم 15/7، لحد يوم ايه؟ 15/7. طيب ما تيجوا مع بعض انا وحضراتكم وغيرنا نشوف بعض النماذج للمواهب اللي بعتت لنا. بالمناسبة احنا اتبعت لنا عدد كبير جدا من المواهب. ليه؟ هي مصر طول الوقت كده مليانة ناس تكتب احلى شعر، ومليانة ناس تقول احلى غنى واجمل قوالة، ومليانة ناس تكتب اجمل قصص قصيرة تعبر عن لحظات وتعبر عن لمحات وما الى ذلك، بتعدي على الناس العادية اللي زي حالاتي في حياتنا، نود ان يلتفت ليها الى ان يلتفت ليها اديب في يوم من الايام. هو النهاردة يبقى موهبة في القصة القصيرة، بكرة ممكن يبقى زي الدكتور يوسف ادريس الله يرحمه على سبيل المثال. تعالوا نشوف مع بعض كده نماذج لبعض المواهب الكتير جدا اللي جات لنا، ونتابعها مع بعض لعلكم تفهموا احنا قصدنا ايه اكتر واكتر. لازلنا زي ما بقول لكم منتظرين انكم تبعتوا لنا لحد يوم 15. الباب هيتقفل يوم 15/7، يعني الساعة 12 بالليل يوم 14 بقى، صح كده ولا ايه؟ يبقى ده كده بخ، كل سنه واحنا طيبين. هنبدا بعد كده بقى عمليات ايه؟ الفرز والفلتره والتنقيح الى اخره. تعالوا مع بعض نشوف شويه. ليا شمعك يا جميل، ان بحت بالسر تسونه، مكتوب عليا حب وميل وحبيبي وحشان عيون. يا ترى يرضيك من بعد ما جيتك، اخدك نصير وسند ليا، تخلف رجائي فيك انا يلي حبيتك من كتر ما تحبك. هي يا طمرة حنا، طمرة حنا.
ساندني في وقت الليل، يا شايلني في وقت الناس مش بتشيل. الكل ساب وانت يا صاحبي انتبه، الكل كان بيجرح فيا وانت تداوي في جرحي وتخيط. اقسم لك يا صاحبي وبالعشرة، لو لفيت الدنيا مش هلاقي زيك لسوم عشرة. لا اخشى عليكم فقرا ابدا من بعدي، لكني اخشى عليكم من تيه الدنيا. من لزم صلاتي فلن يشعر حقا بعدي. بنساء الأمة أوصيكم دوما خيرا. طيب بصوا بقى، مبدئيا يعني هتيجي حق لو جيت سالتني قلت لي فين القصه القصيره، اقول لك يا مولانا القصه القصيره بي دي اف، فمش هنقعد نقرا حضرتك قصه قصيره دلوقتي على الهوا. عمر اخر واحد بالمناسبه عجبني بقى في ايه، انا عايزه يبعت تاني وعايزك تظبط القواله عم عمر. يعني مش المفترض ان انا اقول لك كده، انا هغششك بقى. اولا عايزين بس نفهم الناس انه دي قصيده للدكتور محمود طلعت وكان غناها الشيخ مشاري راشد. عجبني بقى في ايه في عمر، انه خرج بره المألوف كله بيغني، هو قرر انه يقول هذه القصيده. وقصيده بقى ايه، جميله كده ظريفه لطيفه في حب الرسول عليه الصلاه والسلام، او انطلاقا، خد بالك القصيده انطلاقا من كلام الرسول ومن وصاياه للناس وما الى ذلك. فعجبني جدا انه طلع بره المألوف. حلوه منك يا عمر من اسماعيليه، الاسماعيليه دايما شطار، بس انا عايزك تظبط القواله اكتر. ده على سبيل المثال حنين بتغني من غير ما تقلد فايزة أحمد، وده جيد وعاملة جو برضو وإضاءة وحاجات زي كده. باسم لازم يظبط القوالة أكتر، هو طبعا حط إفاكت وعمل ريفيرب وجو عالي يعني، بس أظبط القوالة أكتر. خلاصة الكلام يا جماعة استنوا، في كمان بنوتة اللي كانت بتقول الشعر بالعامية دي من عندنا في الصعيد صح؟ أنا بس عايز أفتكر كده، أظن سواج مية 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 فل. أنا عايز أسمع حاجة تانية من المنيا، من المنيا اسمها إيه يا أولاد؟ عشان أنا بقيت جونير ملاك إبراهيم. حلو، أنا أنبسط جدا لما بسمع شعر باللغة العامية، جدا جدا جدا، في النهاية لغوتنا بتاعتنا مصر صح؟ طيب أنا عايز تانية يا جونير، يعني عايز قصيدة تانية. أنا عايز تديلي قصيدة تانية وأطول من كده شوية. هل دي من ضمن الشروط؟ لا اطلاقا. يعني هل ده معناه انها داخله، يعني هل الناس اللي معانا دي كده دخلت معانا النهائي؟ برضو لسه، ده كل ده لسه اللجنه ما عملتش بقى الشغل اللي هو ايه، اوعى فرتكه، لسه احنا كل ده لسه بنستقبل اللي حضراتكم بتبعته لنا على الصفحه بتاعتنا التاسعه. فانا ادعوكم للمزيد من الارسال، قصه قصيره، شعر فصحى او عاميه، اهلا وسهلا. واللي يكتب فصحى يخلي باله عشان الفصحى مش سهله خالص، لغة عربية تبقى مظبوطة، وانت لما هتيجي تلقيها هتلقيها بالـ بالـ بالتشكيل بتاعها. شعر العامية نصيحتي بقى، شعر العامية بالذات فلسفة، فلازم يبقى في عندك فلسفة ما في القصيدة اللي حضرتك كاتبها. يعني لو جيت قريت رباعيات صلاح جاهين، او جيت قريت قصائد فؤاد حداد، او انت هتلاقي ايه، في فلسفة في الكلام، مش مجرد كلام موزون ومقفى، فخدوا بالكم.